الأخوة الثانية شباب. لسه طالع 10 مللي من الماء. والثانية 5 مللي. يبقى الأبوة الأولى 15 مللي من الماء يا شباب، الأبوة الثانية 10 مللي من الماء، ونضيف عليها يا شباب 5 مللي من حمض الهيدروكلوري. طبعا التعامل مع الحمض يا شباب لا شباب، لا اسمع، الأبوبة الثالثة يا شباب، الأبوبة الثالثة يا شباب عبارة عن 5 مللي من الماء أبوة الثانية 5 مللي من الحمض خمسة مللي من حتة شباب تذكروني كده شباب الأبوبة الأولى كيف هي يا شباب؟ يا نظامي 15 مللي من الماء، الأبوبة الثانية شباب 10 مللي من الماء و5 مللي من حمض الهيدروكلوري، الأبوبة الثالثة شباب 5 مللي من الماء 5 مللي تصور حبيبي.